احنا هنعمل ايه يا جماعة؟ احنا هنبدأ بعد كده نكمل بس على حتة صغيرة، ان انا كنت عاوز البرودكت سلاش نيوز اللي موجودة عندي دي خلاص فيها ايه. انا كنت عاوز المانج برودكت اللي هو كان بيظهر هنا كان بيبقى فاضي تمام، فكان اللي هيحصل ايه يا جماعة؟ حطيت بس ان جي اف دوت تايتل دوت فاليو علشان ما يظهرش البوردر ده خلاص، اللي هو ايه مانج برودكت نيو برودكت اهو لغيته اهو بايه بان جي اف دوت التايتل اللي موجود عندي خلاص. طيب احنا محتاجين خلاص دخلنا اكتر من برودكت موجودة عندنا، انا محتاج اجي هنا بقى في صفحة المانج برودكت وابدأ اعمل اتشوريت على البرودكتس اللي موجودة معايا. طيب طبعا عشان اتوريت انا محتاج اعمل جوه البرودكت سيرفيس، ادخل على البرودكت سيرفيس اهي ماوس هنك البرودكت سيرفيس خلاص، وهعمل ميثود اسميها جيت برودكت مثلا واخليها جت وخلاص، واقول له انا هريتر. هو نفس القصه اللعبه كلها بتاعت ايه، سواء انت بتتعامل مع اي حاجه هقول له ريتيرن خلاص دوت ايه فاليو تشينجز خلاص خلص كده. طيب هتعمل ايه بقى يا جماعه؟ تروح جوه صفحه الادمن برودكتس اللي احنا موجودين عليها اللي هي كانت دي الادمن برودكتس اوكي، اقول له ادمن برودكتس اللي موجود قصتك ايه، اعمل متغير اسمه برودكتس اهو دولار ساين خلاص، وطبعا تيجي هنا تنجكت البرودكت سيرفيس هقول له ايه خد مين البرودكت سيرفيس بتاعتنا خلاص. وممكن اجي جوه الكونستراكتور او حتى ال ان جي اونيشيت هقول له this dot product service، لا مش this dot ماشي dot get خلاص، يحصل لها انيشيت بمين يا جماعة؟ ب this dot products، واتفقنا ان احنا لما بنحط دولار ساين ده انت علشان تمارك المتغير ده ان هو ايه observable اوكي. ده كده يا جماعة الخطوة الأولانية اللي احنا ايه عملناها علشان نبدأ يبقى معانا يكون معانا الداتا. طيب انا محتاج هنا عند الراجل الطيب ده، طيب انا هحط ده جوه باراجراف عشان يبقى ايه لوحده كده، وانا عاوز اكريت تيبل اقول له تيبل اهو واحط له الكلاس تيبل و خليني اعمله بالتفصيل كده اهو. طيب هعمل اول حاجة الهيدر بتاعي خلاص، وبرضو هديله كلاس. طبعا انت ممكن تدخل على البوتستراب وتاخد التابل ده جاهز يعني وخليه دارك اهو ماشي، وهحط بقى الكولومز بتاعتي واخلي السكوب بتاعها هو كولوم وماشي كده تمام، وهقول ده التايتل وهحط البرايس واحط الايديت، ملاش لازم تحط له الايمج والحاجات دي كلها خلاص. طبعا احنا المفروض نحط ده جوه مين؟ جوه تي ار، يبقى انت كده ايه ده اول رول اللي هو بتاع الهيدرز اللي موجود عندك خلاص. طيب تعال بقى اقول له عندنا حاجة اسمها تي بودي خلاص، محتاج تعمل ايه جواها تي ار، و التي ار دي بقى يا جماعة محتاج هي اللي محتاجة عندي تتكرر، فاقول له ان جي 4 اللي هو ال ان جي 4 دايركتيف، هقول له
ان الليتل برودكت بتاعي اوف مين يا جماعة؟ كان المتغير اللي اسمه برودكتس. خلاص، واتفقنا ان انا هشتغل على الاسينك بايب عشان لما الاستريم بتاعي ده يخلص داتا يكلوز ايه اوتوماتيك لوحده. طيب هتحط بقى التي دي بتاعتك هنا. خلاص، هتقول له ايه؟ هتقول له ان انا عاوز اشتغل على البرودكت دوت التايتل والبرودكت دوت البرايس اللي موجود عندي. خلاص، وهعمل تي دي تانية خاصة بمين؟ باللينك بتاعي. طيب التي دي عبارة عن ايه؟ هحط مثلا لينك هنا. خلاص، اللينك ده هيبقى فيه اكتب كلمة edit، وهاجي هنا طبعا هقول له ان الراوتر لينك بيساوي مين يا جماعة؟ بيساوي ده كده، انا هبصيله حاجتين، هبصيله اللي هو خد بالك الصفحة بتاعت مين، هقول له سنجل كوتيشن عشان ياخدها كفاليو، هقول له سلاش ادمن سلاش برودكتس. خلاص، المفروض سلاش ايه يا جماعة؟ انت عاوز تاخد الاي دي بتاع الراجل ده صح؟ طيب خليه دلوقتي، نرجع بس نشوف الريزلت بتاعتنا. مانج برودكتس، شايفين الداتا كلها ظهرت اهي. طيب السؤال هنا بقى يا شباب، هل انا عندي اي دي؟ انا عاوز خد بالك وانت جوه الفاير بيز، انا عاوز الكويري سترينج بتاعي اللي انا بعمل له بيلد، شايف هنا ده اللي هو ايه الكويري سترينج. الكويري سترينج ده كان فين؟ لو انت بصيت على الداتابيز، كل برودكتس اللي هو الاي دي ده الكي بتاع يا جماعه الخاص بمين؟ بالكاتيجوري والايمج جي ار ال والكلام ده كله. طيب انا هقول له ايه؟ سلاش برودكتس، وبعد كده هقول له كما، وهقول له ان البرودكت دوت الكي. تعال نشوف. في الحقيقة بتاعت البروبرتي الخاصة بالبرودكت كي مش هتظهر عندنا لانها كانت في فيرجنز قبل كده، وفي الابديتس اللي حصل في الفاير بيز ما بقتش ايه موجوده. طيب حلها ايه؟ تعال نشوف الحل بتاعنا. طيب اللي هي الخاصه البروبرتي اللي اسمها كي دي كانت المفروض موجوده في فيرجنز قبل كده، ما بقتش موجوده دلوقتي. خلاص تمام، ف هشوف لها حل. انا عندي ليها حل. خلاص، ان انا بدل ما اخليها value changes عندي حاجة اسمها snap shot changes. خلاص، طيب snap shot changes دي هتخليك تاكسس على الكي دايركت على طول. بس ازاي؟ الموديفيكيشن بس اللي انت هتعمله عندك في الكود اللي انت كنت بتكتبه، هنعمل شوية بس موديفيكيشن. هقول له ايه؟ عندي البروبابيلتي جواه ميثود اسمها البيلود. خلاص، دوت تاكسس على حاجه اسمها فاليو، ثم يخليك تاكسس على تايتل. طويله شويه بس هتحل لنا المشكله دي. وبعد كده لو قلت له برودكت دوت كي هتلاقيه شغاله. يلا نشغلها. وايه شايف؟ جاب الكي اهو، شايف الكي بقى موجود عندك اهو. خلاص،
طيب عاوز اعرف ليه ده ده خد بالك الفاير بيز يا جماعه من اهم مميزاتها ان هي ريل تايم داتابيز. عارف يعني ايه ريل تايم داتابيز؟ يعني لو انا جيت كده قمت انا مدلت الراجل ده، روح هنا شفت ايه اللي حصل، دلت من غير اصلا ولا الصفحه بتلود ولا باي حاجه خلاص. طيب انا هنا برضو المفروض ان انا اكليك على اللينك ده يوديني على اليو ار ال ده، راوتر لينك ليه ما ظبطش، ليه ما ظبطش؟ طيب اكتشفنا هنا ان الراجل ده مطلع علينا اكسبشن بيقول لك كان نوت ماتش اني راوت يو ار ال. طيب ما هو عنده حق لان انا اصلا ما عنديش راوتر خلاص راوتنج موجود فيه ان الاسم ده وبعد كده سلاش اي دي. طيب انا لو هحلها هعمل ايه؟ هو صح فعلا، هقوم داخل على الراوتنج الاب راوتنج بتاعي خلاص، واقوم عامل ايه؟ هاجي فين الادمن برودكتس اللي موجودة، هاخد نفس الراجل الطيب ده بس هضيف واحد هنا واقول له ده اي دي، يبقى انا كده حليت المشكلة ان شاء الله. مانج برودكتس، جميل ظبطت كده خلاص اهي، راحت اهي على الادمن برودكتس اللي موجودة. طبعا هتبقى القصة بعد كده يا جماعة ان انت ايه، ان الفورمة اللي انت عملتها للسيف هعملها كمان للابديت تمام. ف يبقى انا كده هخلي الفورمة اللي انا عملتها للسيف هخليها للابديت. طب انا علشان اعمل الكلام ده هروح اعمل ايه في برودكت سيرفيس اللي انا كنت عاملها اهي اللي هي دي خلاص، هروح اجيب ميثود اعمل ميثود تجيت باي اي دي خلاص، وتاخد مني البرودكت اي دي بتاعي اللي هو من نوع سترينج زي ما كان ظاهر لنا، ونفس الفكره دي ريتيرن زيس دوت بس هتبقى ايه على البرودكت، بس هنا هتبقى ايه انا شغال مش على ليست انا شغال، طالما انت شغال على ايتم واحد يبقى اوبجكت، اكتر من ايتم يبقى ايه برودكت خلاص، واقول له ان البرودكت زائد البرودكت اي دي، واقول له ايه دوت فاليو تشينجز خلاص. دي كده اللي هي الجيت ايه يوزر باي اي دي. طيب احنا هنا كانت الفورمه دي اللي احنا كنا شغالين عليها اللي هي بتاعت النيو، هشغلها برضو في حاله الاي دي، وطبعا دي كانت الفورمه اللي كان اسمها شباب برودكت فورم صح؟ علشان اشتغل على برودكت فورم انا محتاج اقرأ اليو ار ال اللي موجود عندي. تعال نروح على البرودكت فورم كومبوننت اللي موجودة عندي is declared but no ما استخدمناهاش، ما احنا مستخدمينها خلاص. طيب هروح اعمل ايه يا شباب؟ انا محتاج جوه الكونستراكتور اللي موجود عندي ان انا جيت الاي دي اللي موجود، ففين الكونستراكتور؟ تعالى انا هنا فين الكونستراكتور تمام خلاص، فهعمل متغير هقول له ليت الاي دي بيساوي انت عاوز تقرا الاي دي اللي موجود عندك. طب عشان كنا بنجيب الاي دي كان عندي ميثود اسمها اللي هي الخاصه بالاكتف راوت، عندي كلاس اقول له راوت او اسميها اكتيف راوت، دي كان الاكتيفيتد راوت اللي موجود عندي الاكتيفيتد راوت تمام خلاص. هقول له ايه؟ هقول له ان انا عاوز الاكتيفيتد راوت اللي موجود عندي ده هتعمل فيه ايه؟ طبعا هنقول له this dot activated route انا عايزك تاخد لي سناب شوت من دوت البارامز اللي موجوده عندي كان اسمه البارام ماب، هقول له دوت جيت
وتجيب لي المتغير اللي هو ايه اي دي. خلاص طبعا انت هنا محتاج تعمل كما ونكتب بسرعة. طيب هيبقى عندي هنا الاي دي ده ممكن يبقى ليه فاليو، لان اللي هيفتح الفورمة بتاعت البرودكت فورمز ممكن يديها فاليو او ما يديلهاش. طيب لو كان ليها فاليو هتروح تقول له ايه، هتقول له بقى this dot البرودكت سيرفيس، تروح تجيب الايه اللي هي جيت باي اي دي، وابعت له مين يا شباب، ببعت له الاي دي اللي موجود عندي. خلاص ثم ممكن اقول له ان انا دوت جيت اي دي. طيب طبعا انت تقدر تسبسكرايب على طول وتقدر تاخد الاوبجكت بتاعك. طيب في برضو احد الحلول عندنا ان انا اقفل بما ان انا جبت الاي دي خلاص وانا راح اعمل سبسكرايب وده ستريم المفروض مفتوح. طيب لو عاوز تحل القصة دي عندك حل، انك انت تعمل ايه يا شباب، انك انت لو عندك عارفين الريجكس كان عندنا ميثود اسمها تيك، هقول له امبورت مثلا. طبعا انا شغال كده على الريجكس، ايه الاسهل بالنسبه لي دايما الستيبل متعود عليها الاد الاوبريتور سلاش تيك. طيب دي برضو فليفر تاني الناس تبص عليها. خلاص انت عارف انت لو جيت هنا قبل السبسكرايب وقلت له تيك 1 ده معناها ان الستريم كله انت ما خدتش غير من واحد غير منه اوبجكت واحد وقفلت. خلاص واقول له سبسكرايب سبسكرايب، هقول له البرودكت ي اعمل ايه للبرودكت اللي موجود. انت عاوز تعمل ايه؟ عاوزين بقى يا جماعه بما ان انا شغال هعمل حركه ظريفه قوي، هعمل متغير اسمه برودكت. خلاص طيب البرودكت ده هو اللي انا هفل فيه الكرنت ايتم اللي موجود عندي علشان ابدا اظهره عند مين، في الفورمه بتاعه البرودكت فورم اللي كانت موجوده عندي دي اللي هي دي. يبقى الاوبجكت اللي اسمه برودكت اللي انا عرفته هفل فيه التايتل والبرايس والكاتيجوري والايمج يو ار ال. خلاص هقول له هنا this dot product بيتساوي مين، البرودكت اللي موجود عندي. خلاص ده كده ايه السبسكرايب اللي موجود. ايه الموديفيكيشنز اللي انا محتاج اعملها عندي يا جماعه؟ محتاج تعمل ايه؟ تعالى كده احنا كده لحد هنا الدنيا كده تمام في البرودكت فورم فورمز الخاصة ب ال HTML. خلينا برضو نفتح التيست بتاعه. تعالى هنا انت كنت بتقول له ال NG موديل عندك، وهنعمل ال NG موديل دي هخليها تو واي بايندنج، هخليها بالشكل ده عشان يبقى عندي تو واي بايندنج. واقول له يا جماعه مش انا كان عندي جوه البرودكت ده، كان عندي جوه البرودكت ده كان عندي ايه، كان ده كان البرودكت اللي موجود عندي، انا محتاج افل البرودكت اللي موجود ده. طيب هفله ازاي؟ هقول له product dot title. خلاص طيب تعالى بقى نكرر الكلام ده مع مين، مع ال price. خلاص هعملها كده هخليها price dot product dot price، وتعالى نخليها برضو فين هنا في الكاتيجوري، اقول له product dot category وكذلك لل URL اللي موجود. product dot ايه image url. خلاص وبعد كده
اللي انت محتاجه خليه كده لحد كده. تعال نشوف الموديفيكيشنز اللي احنا عملناها. مانج برودكتس، اديت، كان نوت ريد بروبرتي اوف ايه تايتل. اقول لكم، طب بصوا يا شباب، هو فعليا اصلا ان البروبابيلتي اللي اسمها تايتل والبروبابيلتي اللي اسمها البرايس والكاتيجوري والايمج يو ار ال اصلا هما مش موجودين. يعني انا ما عملتش كلاس اصلا بتست فيها الكلام ده، خلاص، لان كان اللهم صل على النبي، كان البرودكت ده انا مش محدد له. يعني انت لو بصيت عليها هتلاقي اني، طبعا الافضل ان انت تعمل كلاس وتحدد التايب بتاعه. طيب انا لو عاوز امشي القصه دي، هو عامل ايه؟ القوسين كده وكانه اوبجكت، خلاص، والكلام ده هيأتاتش عليه، المفروض تشتغل ان شاء الله. يعني manage products edit، لا ما اشتغلتش. طيب زي ما احنا شايفين ان هو بيقول لي ان كان نوت ريد بروبرتي اللي هي تايتل اوف نل، فعندنا هنا مشكلة، ولكن طبعا في حالة الايديت بتشتغل معانا عادي. طيب انا هحاول اهندل هنا، ده معناها ان هو في وقت معين لما بيجي يعمل this dot product بيعمل له assign. ممكن ان البي دي في حالة لو انا بكريت project من الاول هتبقى null. طيب هعمل ايه؟ هاخد الكلام ده كله واقوم عامل check لو كان عندي البرودكت دي ليها value، فهقول له this dot product بتساوي product، تمام. وتعالى نشوف الحل ده هيكون مجدي ولا لا. ان شاء الله يشتغل كده، ما عادش بيطلع لي حاجة ولا اي مشكله، وطبعا الكاتيجوري بقت بتشتغل عادي عندي، مفيش مشاكل. وزي ما احنا شايفين الايديت برضو شغاله برضو عندي، مفيش مشاكل.